متابعينا في كل مكان، متابعي ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف وبث مباشر من ساحه مسجد الحمديه الشاذليه لنقل عزاء والده الفنانه ريم احمد. طبعا العزاء بيقام اليوم من مسجد الحمديه الشاذليه. لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون. ربنا ارحمنا يا رب، صبر اهلها زي ما حضراتكم شايفين حالة من الحزن على وجه الفنانة ريم أحمد، حزن طبعا على رحيل والدها. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين حاله من الحزن على وجه الفنانه ريم احمد، حزنا طبعا على والدتها. ربنا يرحمها يا رب ويصبرها ويصبر اهلها. طبعا انا لله وانا اليه راجعون، لا اله الا الله ولا نقول الا ما يرضي الله. Thank you.
مشاهدينا في كل مكان مشاهدي ابو جير ميديا، انا معكم محمد شلتوت، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.